السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. اليوم فيديو جديد اللي كنتمنى ينال اعجابكم. واول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس الجدد اللي انضموا للقناه ديالي، شكرا لكم بزاف على الاشتراك ديالكم وعلى التعليقات الزوينه اللي كتخليوها في حقي، لا نتوما ولا الناس القدام اللي معايا في القناه. شكرا لكم على الوفاء ديالكم والدعم ديالكم، الله يخطيكم عليا. اليوم في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد التحليه او فلون بنكهه الكراميل. تابعوا معايا المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا نصف لتر من تاع الحليب، وعندي هنايا زوج نتاع الفلون. كيف ما كتشوفوا معايا هذا نتاع جابون، هذا معروف قديم كنستعمله وانا عزيز عليا النكهه ديالو، وحتى القوام ديالو كيجي رائع. هذا الفلون انا غادي كيف ما كتشوفوا غادي نستعمل زوج في النصف لتر، هو كتستعمل وحده، انا غادي نستعمل زوج باش يجي الفلون ديالنا شاد راسه. الا استعملنا غير وحده كيجي شويه خفيف. غادي نستعمل زوج. وعندي هنايا زوج ملاعق ديال الماء، وعندي هنايا 6 ملاعق نتاع السكر. هنايا بالنسبه للطريقه، كناخذ السكر كندير واحد الكاسرونه تسخن، كنضيفوا لها السكر، غادي نخلي واحد الملعقه كبيره، نحط المقدار تاع ملعقه كبيره غادي نخليه. من بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير به. كنضيف عليه الماء وغادي نحرك جيدا حتى ينسجموا لي العناصر ديالي، وغادي نبقى مستمرة مع التحراك حتى كنشوف داك السكر يولي اللون ديالو على شكل اللون تاع الكراميل، يتكراميليزا مزيان داك السكر. غادي نشارك معكم كيفاش كيكون. في الاول كيكون السكر ديالنا على هذا الشكل، هذا كيكون سائل مقرمش، ومن بعد غادي يبقى يتحجر ويولي عاوتاني حتى ويولي عاوتاني يولي سائل ويتغير في اللون ديالو. كنظن كاملين راكم تعرفوا كيفاش تردوا السكر كراميل. وغادي نتابع على هذا الشكل كل مره نبقى نحرك نحرك، ما نخليش هو، خاص كل مره نحركو باش ما يشيطناش من التحت. ومن الاحسن تاخذوا شي كاسرول ولا شي انيه اللي كتخدموها اللي ما كتلصقش. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، ها هو الكراميل ديالي بدا كيعطي اللون ديالو. غادي نخليه يزيد غير واحد الشويه وغادي نطفي عليه. على شكل كيف ما سبق وقلت لكم في الاول نتاع الفيديو، الكاسرول كتلعب دور مهم في هذا الكراميل. الا كانت عندنا شي كاسرول ولا شي انيه اللي كنطيبوا فيها كتكون ما كتحرقش وما كتشيطش، راه في الساع كيطيب لنا، لان كنجهدوا عليها النار في الساع كيطيب لنا هذا الكراميل ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا صافي راني طفيت عليه، ها هو اللون ديالو، راه هكا كيطبخ ما كيبانش. بالنسبه لي اول مره غادي تجرب هذا الكراميل وتخاف الا ما يصدق لهاش، تشوف تهز واحد شويه وديرها في واحد الاناء اللي يكون ابيض ويبان لك الشكل ديالو. غادي تخليه يبرد، مهم هكا انا درت هنايا واحد النقطه، وغادي نشوف الا ولا ليك السكر كي الحلوه يقساح، يعني هذاك هو الكراميل ديالنا غادي يكون مزيان وغادي يشد في التحليه ديالنا او الفلون ديالنا. الا شفتوه باقي جاري نزيدوا له شويه، انا راه لا اللون دياله ولا راه قساح، ما عرفتش شنو كيبان لكم، راني غير حطيته في الطبسي قساح، ها هو كيرجع بحال شي حلوه كيف ما كتشوفوا. صافي انا غادي نطفي عليه وغادي ناخذ الاناء اللي غادي ندير فيه. انا خديت هذا المول هذا، غادي نخوي فيه النصف نتاع الكميه ديال الكراميل اللي صايبت، غير النصف اللي غادي ندير فيه. ونحاولوا هاد المول كيف ما راكم تشوفوا انايا راني دايره تحته واحد الطبسي، الا كان عندكم شي حاجه تحرق تخافوا عليها ما تخليوش ما تحت مباشره، لان هذا الشيء كيكون سخون وكيلصق، حاولوا ما توشيوهش باليدين. والنصف كيف ما كتشوفوا انا خليته في الكاسرول ديالي، غادي ندير هذا جانبا نخليه يبرد، وكيف ما كتشوفوا غادي نخلي الطاسي تحته، غادي نخليه هنايا جانبا وغادي نمر للفلون ديالي. هنايا السكر اللي كنت خليته قبل قلت لكم ديك الملعقه كبيره نتاع السكر، غادي نضيف عليها الفلون.
انا هاد السكر كندير هاد الطريقه هذه باش الفلو مين خوينا على الحليب ما يبقاش يتكور لي ويضيق لي الفلو ديالي، وكيضيق يعني حتى الوقت نبقى كنحرك ونعاود. هكا في الاول كنديره مع السكر كينساجم مزيان، عاد كنديره كنضيفه على الحليب كنخلطوه مزيان حتى ينساجم لنا الفلو مع السكر. غادي نخلي هنايا جانبا وغادي ناخذ الحليب ديالي وغادي نخويه على داك الكراميل اللي كنت خليته في الكاسول، وغادي نشعل عليه النار. كيف ما كتعرفوا ان الكراميل هاد السكر هذا اللي كيولي كراميليزي كيشد الاخر، كيشد السخانه بزاف بزاف، كيشد السخانه. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ذاب لي هذاك الكراميل تماما مع الحليب كيعطي هذا اللون كيف ما كتشوفوا نتاع الكراميل. وهنايا غادي نضيف عليه الفلون. فاش كنضيفو كنبقاو نضيفو ونحركو مزيان هكا. هاد الطريقه زوينه نتاع السكر كندير هكاك الفلون ما كيتحجرناش كما كنقولوا ما كيتكورش، ماشي ما يتحجرش عفوا، من كنديرو في السكر كيبقى لنا الفلون ديالنا بلا ما نصفيوه كاع، ما كيبقى فيه لا حبيبات نتاع الفلون لا والو. كيف ما كتشوفوا معايا كيكون صافي ما كنتعذبوش، عاد نبقاو نصفيو فيه من بعد. هاد الطريقة رائعة. وكيف ما كتشوفوا الفلون ديالي راه بدا كيطلع الكشكوشة دياله، يعني صافي منين غادي يفور غادي نطفي عليه ونديره في المول ديالي. هنايا بالنسبة للمول كيف ما راكو تشوفوا هذاك الكراميل راه لصق فيه وراه برد صافي، كنقدر نتوشي فيه. غادي صافي غادي نطفي على الفلون ديالي وغادي نخويه في هاد المول ديالي. وغادي نخليه جانبا، غادي نخليه حتى يشد الحرارة ديال المطبخ، عاد ندخلو الثلاجة. كيف ما كتشوفوا دابا راه كيفور، يعني نخليوه حتى يشد حرارة المطبخ عاد نديروه في الثلاجة من الأحسن. وهذا هو الشكل النهائي نتاع التحليه او الفلون اللي حضرته معكم اليوم بالكراميل. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع، نقدمو هكا لوليداتنا ولا حتى للضيوف لما لا، من يكون عندنا شي اراده كيجي رائع نقدموه كديسير. كيف ما كتشوفوا معايا انا زوي وقتو هنايا بهذا الشكلاط في الجناب ودرت من فوقه النعناع غير كديكور، والبرتقال هذوك النصوص نتاع البرتقال. مهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه، صدقوني كيجي رائع في المذاق وديك النكهه ديال الكراميل كتجي فيه رائعه. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم، ولا عجبكم بطبيعه الحال ما تنساش ديروا لايك وتابونا، والناس الجدد اللي باقيين ما تابوناش يديروا ابوني، وهذا طبعا فضلا وليس امر. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.